ورجعنا مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا. الفقرة اللي جاية دي على طول هتكون عن التحرير والعباسية زي ما عايدة قالت. نأسف دلوقتي هتكون فقرة الرياضية اللي كل الناس برضو بتستناها معانا، وهي فقرة عن مباراة امبارح. امبارح اتلعبت مباراة زي ما بيقولوا كده في العام، يعني مباراة استعراض عضلات بين كابتن طارق يحيى وما بين كابتن مانويل جوزيه. انتهت بفوز الاهلي 2-1 ضمن مباريات الاسبوع التاسع لمسابقه الدوري الممتاز. هنتكلم النهارده عن الشكل العام للمباراه امبارح، وده هيكون مع الاستاذ عمر الايوبي الناقد الرياضي باليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير حضرتك اهلا وسهلا. ومشاهدي الناي لايف، اهلا بيك اسامه حضرتك يا فندم. استاذ عمر، امبارح كان في مباراه الاهلي ومصر المقاصه، مباراه كانت هجوميه جدا. هسيب لحضرتك التعليق عن المباراه امبارح ما بين مصر المقاصه وما بين الاهلي. والله هي عامة يعني هي مباراة طبعا في الجولة التاسعة للدوري، مباراة طبعا معروف ان هي الفريقين بيضموا مجموعة من أفضل اللعيبة الموجودين في مصر، خاصة وان يعني اللي بيدي قوة المباراة ان فريق المقاصة بيضم مجموعة كبيرة جدا من نجوم الكرة المصرية، من أصحاب المهارات، من أصحاب الخبرات، بيقودهم جهاز فني قوي مستقر معاهم السنة اللي فاتت طبعا بقيادة الكابتن رايح زي ما حضرتك قلت كده. عندهم طموحات ان هم يخشوا المربع الذهبي وينافسوا على البطولات السنة دي بعد إجادتهم السنة اللي فاتت وظهورهم بشكل كويس، كانوا حصان الأسود في بطولة الدوري. السنة دي الأهلي طبعا يعني لا خلاف ان الأهلي لسه مازال حتى الآن عنده عدم اتزان، مجموعة كبيرة جدا من النجوم عنده بعيد عن مستواهم المعروف. الأهلي يعني وان كان المباراه دي شهدت العديد من الظواهر، طبعا اهمها طبعا عوده مجموعه كبيره من النجوم بتوعه، طبعا عماد متعب بعد طبعا زفافه، محمد بركات بعد اكثر من 4 أو 5 شهور، محمد شوقي كان عنده ظروف خاصه موضوع الاختطاف الشقيق دي، مظبوط. كل دي كانت ظروف، لكن الاهلي كان امبارح مكتمل صفوفه. امبارح المقاصه كان بيلعب بكل نجومه، المباراه كانت حماسيه ومن اول لحظه، رغم ان طبعا لا خلاف طبعا اول المباراه كان عدد جماهير الاهلاوي قليل في المباراه، ولكن المباراه نفسها كانت حماسيه وسويه، يعني ممكن اقول من تصل لمرحله الاثاره مثيره في المباراه. طبعا شفنا في المباراه قبل ما نتكلم طبعا في الامور الفنيه لازم نتكلم طبعا على اللي احنا شفناه، طبعا لقطه طيبه جدا من مانويل جوزيه بياكد تفاعله مع جماهير النادي الاهلي لما ارتدى احنا معانا على الشاشة دلوقتي الجون، ولا ده ده الجون، لا دي ركله الجزاء، دي دي ركلة ركله الجزاء الجزاء. اتحسبت النادي الاهلي، دي ركله الجزاء ده الهدف الاول. بس انا عايز قبل ما اخش في الجزء الفني حضرتك لازم اتكلم على جزء مهم اللي اتفضل. هو حضرتك اللي هو بقول لك يعني لفته طيبه من مانويل جوزيه لما تفاعل مع الالتراس الاهلاوي وارتدى فانيله احد الشهداء المظاهرات اللي هو محمد مصطفى وخلى نجوم الاهلي نفس الكلام، ده اكده ان هو اللي ما فيش بعد بين مفيش اللاعبين انفصال. بين الجماهير بين الفريق عامه بشكل عام وبين جماهيره خاصه الالتراس، وان هو الالتراس الاهلاوي يعني من يعني اعتقد واخدينه من افضل جماعات الالتراس على مستوى العالم. دي كانت لقطه لازم نوقف عندها نتكلم عليها، لان جوزيه كده يعني بيحاول يقرب اكتر من الجماهير وبيدي درس لجميع المدربين الفنيين ان هو راجل مش جاي يعني بيشتغل يعني ياكل عيش بمعنى صح، لا هو جاي بيشتغل وبيحب النادي دوت وجماهيره. يعني ممكن بعد كده تروح بقى كانت للجزء الفني لفتة زي في منتهى اللباقة الحقيقة، يعني نعم كانت لفتة في منتهى اللباقة لفته يعني هي لفته جميله جدا منه، وهو مدرب بقى مثلا يعني بيحب جماهير نادي الاهلي يعني، بس هو اوقات بيبقى عصبي نقطه شوية. بيبقى وبيأثر فيهم بإصالتهم يعني. مظبوط. تمام حضرتك، اللي موجود معانا على الشاشة دلوقتي هي ركلة الجزاء اللي حضرتك قلت عليها. هي بقول الحقيقه المباراه من اولها كانت مثيره طبعا، بدأت اثارتها كمان لما احتسبت ركله جزاء طبعا كابتن حمدي شعبان دي يعني بقمه الجراء منه يحتسب ركله جزاء على النادي الاهلي في القاهره هنا. ركله جزاء كانت سليمه جدا، ومعظم المحللين التحكيميين اكدوا ان هي ركله جزاء سليمه، كانت المباراه دي كانت نقطه فارقه في المباراه، خلت المباراه تاخد من اولها طابع الحماس واثاره اكتر، وخاصه والنادي الاهلي ابتدى ياخد شق هجومي، وفي نفس الوقت المقاصه ابتدى يرجع يحاول يحافظ على الفوز بتاعه. المباراه دخلت في يعني في جو يعني ساخن اكتر من اللازم، وان كان الاهلي يعني مانويل جوزيه ابتدى يعمل تغييرات قويه ياثر فيها وفعلا اثرت، وفعلا ادرك التعادل في الشوط الثاني يعني. طبعا بعد كده طبعا لما نزل جده طبعا لعيب يعني هو طبعا كلنا عارفين ان هو لعيب من فتره طويله يعني غير موفق مع النادي الاهلي، في اصوات كتير طلبت ان هو يرحل، جات له الفرصه احرز هدف الفوز. في نفس الوقت امبارح بركات كان يعني لحد ما اداؤه مقبول بعد الفتره الطويله دي، وان كان لازم نقف عند محمد ابو تريكه لان هو لعيب مؤثر وده نجم الشباك بتاع النادي الاهلي، ايوه. حتى الان ابو تريكه لا يقدم اللي هو يعني الشو او العرض يخليه موجود، لازم يكون مطلوب في الملعب. وانا رؤيتي الشخصيه يعني يا ريت النادي الاهلي
الجهاز الفني يبقى فيه موقف حاسم اكتر، ممكن يبعد اللعيب عن المباريات شويه زي ما كان بيعمل جوزيه كده من 3 4 سنين. هل تعتقد ده بيصنف مثلا فتور من كتر المباريات او من تكرارها ولا ده ايه؟ هو اقول لحضرتك على حاجه، هو انا كتبت في الموضوع ده كتير ان هو يعني جوزيه غير الاول، كان الاول بيبقى ليه مواقف حاسمه مع اللاعبين، بيبقى عنده فكر. هو المره دي ما بقاش يعمل نفس الكلام ده في جوزيه دي بالذات تحديدا، كان الاول بسبب ان مثلا بركات في عز تألقه بعد مستواه شويه، يروح بعده 3 4 مباريات، نفس الكلام عمله مع ابو تريكه، لكن دلوقتي ما بيعملش الكلام دوت. طبعا كل مرحله وليها ظروفها وليها متطلباتها، ولكن ابو تريكه هو وجهه نظرهم بيقولوا ان هو نجم المفروض يكون موجود في الملعب بغض النظر عن مستواه. ده طبعا ده كلام مش موجود في الكوره بره في اوروبا وفي اي مكان في احتراف. صحيح. لكن الاهلي بشكل عام امبارح اداؤه يعني ممكن نقول ان هو وصل ان هو يعني حقق المطلوب منه، خد 3 نقط مهمه، دفعته لبقى المركز الثاني في الدوري، ده خطوه مهمه جدا خاصه الاهلي لسه عنده مباراه مؤجله، اديته دفعه معنويه مهمه جدا قبل المباراه اللي هي تعتبر فارقه في طريق البطوله من اولها قدام الاسماعيلي يوم الثلاثاء الجاي، مباراه رغم ان هي طبعا هتكون بدون جماهير ولكن تظل ان هي القمه الثانيه في الكره المصريه. المباراه امبارح دي انا شايف ان هي كانت بشكل عام الاهلي استفاد منها في اكتر من نقاط، خد 3 نقط، رفع يعني تقدم في جدول الدوري، اطمأن على المجموعه اللي كانت بعيده عن المباريات في المباراه ديت، ودي هتساعد الجهاز الفني في الاستفاده في تشكيل المباراه الفتره الجايه. في نفس الوقت لا مش هنقدر نغفل دور فريق المقصه، قدم عرض كويس جدا، اتلغى له هدف غير صحيح، هو ده حقيقه فعلا الهدف لو ده من تسلل، فعلا تسلل فعلا مش هدف فعلا، ده حقيقه لا في اخر المباراه، ولكن لازم برضه نشيد بيهم، هو فريق محترم اعتقد ممكن نقول عليه ان هو برضه ممكن يستحق يكون برضه حسن الاسود هذه في الدوري دوت لو استمر على هذا المستوى، خاصه وهو بيضم مجموعه كبيره جدا من اصحاب المهارات. لما نقول مثلا يعني معز الحناوي لاعب النادي الاهلي لاعب صاعد، جمال حمزه طبعا جاي من الزمالك طبعا الفتره الجايه هيكون له دور، في امير عزم جاهد طبعا في الدفاع مع مصطفى كمال مع ايمن عبد العزيز، كان كولكشن من اللعيبه كان جامد قوي. يعني ارجع برده لفكره انه المباراه كانت مباراه هجوميه جدا، كانت استعراض عضلات زي ما بيقولوا في الشارع. تفتكر ده سببه انه رجوع مجموعه كبيره من نجوم النادي الاهلي للفريق مره اخرى، وطبعا انه مصر المقصه بتقف قدام الاهلي فعندها الحماس انها تلعب معاه كويس؟ يعني اديني كده التوليفه اللي خلت المباراه تطلع بالشكل الرائع ده. هو الشيخ طارق زي ما قلت لحضرتك ان هو المجموعه اللي احنا بنتكلم في فريقين فيهم لا يقل عن يعني قلنا 22 لعيب موجودين اللي هم بيشاركوا، او مثلا بمعنى اصح ممكن نقول 28 لعيب بالاحتياطي اللي نزلوا، فيهم لا يقل عن 17 او 18 لعيب كلهم كانوا لاعبين دوليين في منتخبات، معظمهم كان يعني طبعا في الاهلي دول موجودين، في الزمالك كان في منهم يعني في المقصه كان في منهم مجموعه كبيره جدا كانت بتلعب في نادي الزمالك، بيطفي المباراه قوه طبعا، والكابتن طارق يحيى معروف من نجوم الكوره طبعا في نادي الزمالك، طبعا كان جماهير الزمالك يعني بيدعموا وبتشجعوا، عندها امال ان هو يعني ممكن يعطل شويه النادي الاهلي في المباراه دي، كل دي كانت من ضمن العوامل اللي خلت المباراه تتلعب بالشكل المثير دوت، واللي خلاها برده لازم نشيد برده بحمدي شعبان حكم المباراه، لان هو فعلا يعني شجاعته وجرأته في احتساب ركله الجزاء من البدايه ادت الثقه لفريق المقصه ان هو بيلعب. طب فريق المقصه امبارح اتهزم من الاهلي 2-1، السبب ان هو ضيع فرص كتير جدا فوتها وما جابهاش جون، ولا كان ليه علاقه بانه الاهلي كان اكثر دفاعا ولا ايه؟ لا هو الاهلي الفريق الاهلي يمتلك لاعبين اكثر خبره في حسم المباريات اللي هي الحاسمه والمصيريه اكثر من لعيبه المقصه. المقصه فعلا يعني في الشوط الثاني تحديدا وبعد ما دخل في جون التقدم للنادي الاهلي والجون الثاني، المقصه ابتدى بيهاجم بشكل يعني بصراحه في جراءه غير مسبوقه من مدير فني بيهاجم الاهلي لما يكون مغلوب، هو لان هو الراجل مدي الثقه للاعيبته ان هو ممكن يكسبه اي حد، وهو حقق الكلام ده وحقق نتائج كويسه استلفت مع الزمالك ومع الاهلي ومع كل الفرق، وهو فريق يعني هو عندهم طموحات المنافسه على البطولات، هو طارق يحيى قدر ان يخلي لاعبيه قادرين على مجارات اي فرقه، وانا قلت لك هم برضو يمتلكوا الكفرات، ولكن في الحسم لعيبه الاهلي قدروا يسيطروا على الامور، قدروا يحسموا المباراه لصالحهم في اللحظات الاخيره، وان كان الشوط الثاني اخر ربع ساعه المقصه كان هو الافضل، اضاع اكثر من 3 4 فرص، في قلنا في جون في هدف تم الغائه وطبعا هو هدف غير صحيح، دي الحقيقه لازم برضو نتوقف عليها عشان الناس ما تتكلمش فيها كتير، ولكن بشكل عام اقول لحضرتك هي الكوره برضو فيها توفيق وعدم توفيق وفيها فائز وخاسر، ده موضوع لا مفروم. لو رحنا للتحكيم، وتحكيم هو ضلع مهم جدا في اي مباراه في الدنيا،
حضرتك شايف ان التحكيم امبارح كان في صف الاهلي ولا كان في صف المقاصه ولا كان جريء زياده عن اللزوم زي ما حضرتك بتقول ان هو اخذ ركله جزاء على النادي الاهلي في مباراه زي دي؟ انا شايف ان التحكيم امبارح ممكن نديله اكتر من 8 من 10 او 9 من 10. الحكم كان امبارح التحكيم المصري كان شكله جيد جدا امبارح. كابتن حمدي شعبان كان لياقه بدنيه عاليه. حكم القرارات الحاسمه والمصيريه في المباراه اعتقد اغلبها سليم، وان كان ممكن نقول ان يعني في اختلاف بين الخبراء، يقولوا ان هو كان المفروض يدي انذارات اكتر من كده، الاخرين يقول لا هو ترك مساحه من الاحتكاك بين اللاعبين زي الدوريات الاوروبيه. بشكل عام التحكيم في المباراه انا شايف ان هو كان اكتر من جيد، ممكن يصل يرتقي الى جيد جدا في المباراه. حمدي شعبان من الحكام المتميزين، اعتقد ان هو عائد بقوه للساحه بعد الفتره طبعا الكتيره اللي غابها دي. وبشكل عام التحكيم المصري في خلال الاسبوع الاربع او خمس اسابيع اللي فاتت دي احنا شايفين ان احنا داخلين على خطوه يعني مرحله مختلفه. بنشوف لجنه الحكام بقياده اللي هو عصام صيام وكابتن نصر عباس معايا وكابتن وجيه احمد عاملين اكتر من 40 حكم جديد، دول هيكون لهم شان في التحكيم المصري، خاصه واحنا يعني شفنا في البطولات القاريه اللي فاتت دي حكام كلهم اقل من 30 سنه، احنا عندنا القائمه الدوليه كلها فوق ال 40 سنه. أيوة. ده كل دوت اعتقد احنا في خلال خمس سنين جايين دول هنلاقي عندنا مثلا الاقل مش اقل من 30 حكم كلهم يتنافسون على الشاره الدوليه. ولو استمرت لجنه الحكام بالجراءه ديت اعتقد ان احنا التحكيم هيستعيد مكانته على الساحه القاريه والساحه العالميه باذن الله. بنتمنى، لان هم كانوا اخفقوا كده في اكتر من حاجه، حتى في المسابقه كده الاخيره كانت الحكام فيها اخفقت جامد جدا. كانوا بيخفقوا دايما في اللياقه البدنيه الحمد لله هو تجاوز المرحله يعني دي. الحمد لله. لو جينا نحصر اخطاء، يعني مثلا اخطاء مانويل جوزيه في مباراه الاهلي امبارح، نقدر نحصرها بشكل كبير ولا نقول عليها ان هي من الاخطاء المشروعه؟ والله حاجه يعني بص، عشان نيجي نتكلم كجزء فني في اخطاء جوزيه في المباراه، طبعا لازم نتفق ان هو اي مدير فني ليه وجهه نظر بتاعته وهي بنحترمها في اختياراته، وان كان في بعض الامور بيبقى واضحه قدام الناس كلها زي ما احنا قلنا حضرتك كده في بعض اللاعبين انا يعني لا يفترض فيهم الحسابات الخاصه مثلا، يعني معلش يعني زي ما هو وجهه نظرهم مثلا ابو تريكه انا شايف ان مستواه لا يرقى ان هو يكون في التشكيله الاساسيه حاليا، مع كامل احترام الاسم وتاريخه ونجوميته وكل حاجه، لكن احنا عشان نساعد ابو تريكه لازم يعني يقعد فتره شويه يعيد حساباته، يستعيد جزء كبير جدا من لياقته البدنيه والذهنيه وكل حاجه عشان يبتدي يرجع هو ابو تريكه، لان معلش هو ده نجم شباك الناس مستنيه دايما. اكيد طبعا في اي مباراه. ده طبعا مظبوط صحيح. ده طبعا وخاصه ابو تريكه طبعا امبارح مباراه مصيريه، مباراه قويه مع منافس خصم قوي مش سهل. انا اعتقد امبارح جوزيه خاطر باكثر من مخاطره، غير تغييرات انا شايف ان هي اكثر من اللازم، يعني خاصه لو ابتدينا من جميع الخطوط، ابتدينا من احمد السيد لاعب كان بعيد الفترة اللي فاتت المباريات جدا عن المباريات بعيد فعلا. لما نيجي نبدا بيه في مباراة زي ديت، مباراة صعبة، احنا كده ممكن هو ممكن يحصل له حاجة زي دروب كده ينزل ممكن ما يطلعش تاني يبقى بعيد. وهو امبارح فعليا تسبب في ركلة الجزاء اللي احتسبت للمقص نفس الوقت برضو انا شايف ان هو يعني برضو بركات كان ممكن يعني يديله جزء مباراه ما ينزلوش فيه، يعني لما يمكن ده يكون تاثروا بالفتره الطويله اللي الدوري توقف فيها مثلا ابو تريكه وبركات. ما انا حاجه انا بتكلم حضرتك على الجزء اللي هو الاخطاء اللي هي من الجهاز الفني، اخطاء في التشكيل. وانا اتفق معاك ان برضه الاهلي 45 يوم بعيد عن المباريات دي طبعا اثرت بالتاكيد جدا، يعني حسيت مباراه مع كامل احترام المباريات الوديه الاهلي خد اكتر من 3 مباريات وديه، المباريات الوديه ليست في قوه المباراه الرسميه بس انا شايف كل حالات الاهلي اكتر استفاده خاصه قبل مواجهه الاسماعيلي مباراه يوم الثلاث، ودي مباراه ليها طابع خاص يعني يا استاذ عمر بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده وعلى تحليلك على مباراه الاهلي ومصر المقاصه، بشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا جدا. مشاهدينا كان معانا الاستاذ عمر الايوبي هو الناقد الرياضي بجريده اليوم السابع، اتكلمنا وعلقنا عن مباراه امبارح مصر المقاصه والنادي الاهلي اللي فاز بيها النادي الاهلي 2-1. نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه مع عايده سعودي والفقره اللي جايه.